أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تشكيل الفريقين لهذه المواجهة، تشكيل الاتحاد وتشكيل طلائع الجيش. بنبدأ بتشكيل الاتحاد صاحب الأرض في هذه المباراة. تشكيل الاتحاد كالعادة محمد صبحي في حراسة المرمى، في خط الدفاع صبر رحيل والسيد سالم وداميون لوي وعمار حمدي، في وسط الملعب أحمد نميل مانجا وخالد غندور ومروان عطية، وثنائي ما قبل المهاجم محمد الصباحي وإيمانويل أوكوي، المهاجم الصريح هو روماريو ويليامز. بدلاء الاتحاد السكندري صبحي سليمان، محمود رزق، هشام صلاح، عبد السميع سيمو وأحمد حجي، أحمد راشد، فوزي الحناوي وعبد الغني محمد وعمر الميداني. أبرز غيابات الاتحاد النهاردة: رزاق سيسيل الإصابة، حسام عاشور إيقاف ثلاث إنذارات، وعماد السيد استبعاد، وخالد أمر لأسباب فنية. أما تشكيل طلائع الجيش الفريق الضيف في هذه المباراة فمكون من محمد بسام أيضا كالعادة في حراسة المرمى، محمد ناصف وأحمد علاء وخالد سطوحي وعلي الفيل في خط الدفاع، عمرو السيسي ومهند لاشين ثنائي وسط دفاعي، وأمامهم أحمد سمير وإسلام محارب وناصر منسي خلف المهاجم الصريح عمرو جمال. بدلاء طلائع الجيش: محمد شعبان، مصطفى جمال، أحمد هاني، أحمد زولا، فرانك ستيفن وعلي الزهدي، محمد شحاتة، حسن مجدي وإسلام جمال. أبرز غيابات طلائع الجيش: عمرو مرعي بسبب الإيقاف لثلاث إنذارات. أراء محللنا الكبار عن تشكيل الفريقين بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.